اللعب. هذه المحاولة موجودة وكرة للتقدم وفي صفارة من حكم المباراة ركلة جزاء بنالتي. البلطان بيقول وين انذارك؟ البلطان خالد البلطان ما عجب البنالتي، ينتظر انذار، ينتظر انذار من عبد الرحمن العمري. فاول فاول معاذ، وهنا المحاولة، هنا المحاولة، هنا المحاولة. شوف المحاولة بدأت خارج منطقة 18 عن طريق مشعل السعيد، والوقوع داخل منطقة الجزاء. راح معه وحرة مباشرة تلعب جول، تلعب جول. الهدف 17 لناصر الشمراني. لناصر الشمراني يقول الو لمين؟ الو الو لمين؟ الو للجماهير الشبابية، الو لخالد البلطان، الو لمين؟ الو ايوه ولا الو يا ناصر يا شمراني اللي بيسجل الهدف الاول للشباب، هدف التعادل. هذه الاعادة من زاوية معاكسة، الخطأ كان خارج اطار منطقة 18. والرأي الاول والاخير لك يا الفودة ولك يا وليد الفراج، غزل لي الفودة يمين ويسار بالجولة وخلى ينطق، خلي يقول هل هي داخل، هل هي برا، هل هي ركلة جزاء ولا لا. المهم اتى هدف تعادل وناصر